بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنكمل مع بعض سلسلة شرح مادة Engineering Economics and Management. ده الفيديو الثاني. هنشرح الفيديو ده إن شاء الله النوع الثاني اللي هو Uniform Series. طيب تعالوا كده نفتكر مع بعض. احنا قلنا ان احنا عندنا ثلاث انواع من التايب كاش فلو. اول نوع اللي هو سنجل بيمنت اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات بتاع المره اللي فاتت. النوع الثاني يونيفورم سيريس وان شاء الله هنشرحه في الفيديو ده والفيديو القادم. والنوع الاخير الجريديانت سيريس اللي هو النوع الاخير النوع الثالث. تمام. طيب كل نوع من دول كنا بنقول ان احنا لازم نعرف ثلاث حاجات. اول حاجه السيمبلز اللي عندي في كل نوع الرموز. الحاجة التانية الكاش فلو دياجرام رسمة الكاش فلو بتاعت كل نوع منهم بتبقى عاملة ازاي. الحاجة الأخيرة الإيكويشن المعادلة بتاعتي. طيب تعالوا نشوف مع بعض النهاردة الفيديو ده اليونيفورم سيريس النوع التاني اللي هو اسمه الدفعات المنتظمة. طيب بيقول لي الدفعات المنتظمة عشان أقول أو النوع دوت أقول عليه دفعات منتظمة أو اليونيفورم سيريس لازم يتحقق لي شرطين. الشرط الاول ان الدفعات دي تكون متساويه في القيمه، ان الدفعات دي تكون كلها قيمه واحده يعني بتدفع مبلغ متساوي. الشرط الثاني ان الدفعات تكون على فترات زمنيه متساويه يعني كل فتره زمنيه منتظمه. تمام. طيب تعالوا نشوف السيمبلز اللي عندنا. نفس السيمبلز بتاعت سنجل بس هنزود عليها سيمبلز جديد او يظهر اول مره يظهر معايا اللي هو الايه. الايه ده بيمثل كل قيمه من القيم بتاعه اليونيفورم لان احنا قلنا انها دفعات متساويه في القيمه، يبقى كل سهم من دول هو بنديله الرمز ايه. تمام. طيب ده رسمه الكشف اللي هو عندي اهي. طيب انا عندي عايز اجيب اللي تعالوا نشوف المعادله. المعادله هنا لو انا عايز اجيب البي البريزنت فاليو بتاع مجموعه من الدفعات بعوض في المعادله اللي قدامي دي بمعلوميه الاي وبمعلوميه الان وبمعلوميه الاي بقدر اجيب البي اللي هي البريزنت فاليو بتاع مجموعه من الدفعات المنتظمه اليونيفورم سيريس. طيب في ملحوظه مهمه جدا قال لك خلي بالك ان مكان البي دوت بيبقى قبل اول دفعه فتره. يعني انا مثلا لو اول دفعه عندي عند السنه الاولى هيبقى مكان البي او البريزنت فاليو بتيجي عند الزيرو لان اول دفعه عند الواحد. طب افرض اول دفعه كانت عند الاثنين يبقى البريزنت فاليو بتاع اليونيفورم سيريس او البي بتاعت اليونيفورم سيريس بتبقى عند الواحد. طب افرض عند الثلاثه تبقى عند الاثنين وهكذا. يبقى دايما مكان البي هي قبل اول دفعه والبي دي هنا معناها القيمه الحاليه او سوري البريزنت وورث بتاع اليونيفورم سيريس. تمام. طيب لو انا عايز اجيب الفيوتشر الفيوتشر وورث بتاعتهم برضه نفس النظام هعوض في المعادله اللي عندي بمعلوميه الاي والان والاي اقدر اجيب الاف. الاف بتساوي اف واحد زائد اي اس ان ناقص واحد على اي. لو ركزت بين المعادلتين دول هتلاقيهم تقريبا الفرق بينهم هو الواحد زائد اي اس ان اللي في المقام، وده لان الاف بتساوي الاف بتساوي بي في واحد زائد اي اس ان. فلو انت خدت المصطلح ده وضربت في واحد زائد اي اس ان هتروح مع اللي تحت يديك قانون الاف. في برضو ملحوظه مهمه قال لي خلي بالك ان البي الاف دي مكانها عند اخر دفعه. يعني انت لو اخر دفعه عند السنه مثلا 10 يبقى الاف هتبقى مكانها عند السنه 10. ماشي الحال. نقول تاني ان البي مكانها قبل اول دفعه. البي دي عامله زي كانك بتحط وديعه وبتسحب فترات بتسحب دفعات منتظمه لمده فتره معينه. طيب في ملحوظتين مهمين جدا هنا عندي. الملحوظه الاولى قال لي خلي بالك الان هنا عباره عن عدد الدفعات. الان هنا عدد الدفعات من الاخر يعني عدد الاسهم. شوف انت دفعت كام دفعه او عدد الدفعات عندك كام بيساوي الان. تمام. طيب في حاجه كمان النوع دوت انا بعرفه ازاي او يهمني ثلاث حاجات مهمه في نوع اليونيفورم سيريس. اول حاجه القيمه نفسها بتاعت الايه. انا بعرف الاول ان النوع يونيفورم ازاي. بيجي يقول ان انت في المساله بتدفع مبلغ ثابت او مبلغ معين every year او each year لكل فتره زمنيه او كل سنه او annually. يبقى دلت على الاستمرار. يبقى اول ما تشوف every او each year او per year يبقى انت هنا عندك النوع اليونيفورم. وبتجيب قيمه الايه تشوف المبلغ بقى اللي انت هتدفعه كل فتره من الفترات دي. طيب الحاجه الثانيه اللي لازم احددها لازم اعرف ستارتنج امتى. يعني اول دفعه انا هدفعها امتى. اليونيفورم دول اول دفعه هيكون مكانها عند انهي سنه لان دي مهمه جدا جدا. طيب الحاجه الثالثه المده نفسها. يعني لما اجي اقول لك انت هتدفع مبلغ مثلا 500 جنيه كل سنه. طيب اول دفعه يا عم هتبتدي امتى؟ هل السنه الجايه ولا كمان سنتين ولا كمان ثلاث سنين؟ طيب الاقساط نفسها هم لمده كام سنه؟ لمده 7 سنين 10 سنين
وهكذا. يبقى الثلاث حاجات دول مهمين جدا، لان عدد الدفعات وقيمه اليونيفورم والبدايه والمده بتاعتي. طيب تعالوا مع بعض نشوف امثله على اليونيفورم. طيب نشوف اول مثال بيقول لي ايه. How much money should you be willing to pay now؟ ايه كميه الفلوس اللي انت المفروض تدفعها دلوقتي for a guaranteed $600 per year for 9 years starting next year at a rate of return 16% per year. يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعالوا واحده واحده كده. بيقول لي how much money should you be willing to pay now. انت عايز يعرف الفلوس المفروض تدفعها دلوقتي، يبقى البي عنده مجهوله. طب ليه فور اجرانتيد؟ عشان تضمن ان انت تاخد $600 بير يير اهي. يبقى هنا انا عندي النوع بتاع اليونيفورم. ليه؟ لانه قال لك رقم ثابت اللي هو 600 وهتدفعهم بير يير. طيب كمل معايا كده. انا قلت لك عندي حاجتين، ستارتنج والبيريود. البيريود قال لك لمده 9 سنين، فور 9 سنين. طيب هيبتدي امتى؟ ستارتنج نيكست يير فروم ناو، او ستارتنج نيكست يير اللي هي السنه الجايه على طول. طيب الفايده ب 16%. طيب اتعودنا ان احنا اول حاجه بنعملها في اي مساله نرسم الكاش فلو. تعالى كده نشوف رسم الكاش فلو بتاعتي عامله ازاي بالظبط كده. يبقى انا عندي يونيفورم من اول السنه الاولى لحد السنه التاسعه. ليه؟ لان هو قال ان انت هتبتدي نيكست يير، يبقى هبتدي السنه الجايه. والمده كام سنه؟ لمده 9 سنين، يبقى من واحد لحد السنه التاسعه. طب انا عايز ايه يا عم؟ عايز البي. طب انا البي كده مكانها عند الصفر، لان الاول دفعه عند الواحد، فتبقى البي عند الصفر. طيب تعالى بقى اعوض في المعادله بتاعت البي اللي المعادله البي اللي بتقول لي ايه؟ واحد زائد اي اس ان ناقص واحد على اي في واحد زائد اي كل اس ان. عوض على الاي ب 600 والان ب 9. عد عدد الاسهم دول، ادي 1 2 3 4 5 6 لحد ما توصل ل 9، والاي ب 16%. يديك ان البي بتاعتي تساوي 2763.93 دولار. تمام. طيب تعالوا نشوف مثال كمان. عندي المثال الثاني بيقول لي the president of Ford Motor Company wants to know the equivalent future worth of $1 million capital investment each year for 8 years starting 1 year from now. تمام. For the capital earnings rate of return 14% per year. تاني كده بالراحه. في شركه معينه عايزه تعرف الايكويفالنت فيوتشر وورث، عايزه تعرف القيمه المستقبليه. ما قاليش القيمه المستقبليه دي عند السنه الكام، هو قال لي القيمه المستقبليه وسكت. المفروض انا اعرف عند السنه الكام. كل اللي قالوا لي ان انت عندك استثمار 1 مليون دولار اتش يير كل سنه. يبقى انت استثمار بتدفع كل سنه مليون دولار لمده كام يا عم؟ لمده 8 سنين. هتبدا امتى يا عم؟ هبدا السنه من دلوقتي. يبقى انا يعني فورم اني بدفع كل سنه، واداني اول قيمه او اول دفعه تبقى امتى، واداني كمان المده. تمام. تيجوا نرسم مع بعض كده الكاش فلو دايجرام ونشوف هيبقى عامل ازاي بالظبط كده. يبقى انا بدفع من اول السنه الاولى لحد السنه الثامنه مبلغ مقداره مليون دولار. عندي الاي ب 14% وانا عايز الاف. طب ليه الاف يا عم عندي 8؟ لان انا عارف ان الاف دايما مكانها بيبقى عند اخر دفعه، اللي هي هنا هتبقى عند السنه الثامنه. طيب عايز اجيب الاف، بعوض مباشرة في القانون بتاعي اللي بيقول لي اف بتساوي اف واحد زائد اي كل اس ان ناقص واحد على اي، لان بتاعتي بثمانية، عدد الدفعات او عدد الاسهم بتاعتي ثمانية. الاسهم لازم تكون طولها كلها متساوية في الطول، لان احنا طول السهم ده بيعبر عن قيمة التدفق. يعني لو السهم دوت مثلا مليون، يبقى كلهم لازم بطول واحد لانهم كلهم متساويين، لان لو في واحد فيهم اطول من الثاني ده معناه ان هو قيمته اكبر من الثاني. تمام. دي ملحوظة مهمة في رسم الكاش فلو. الان ب 8 والاي ب 14% وال 8 مليون دولار. اعوض برضو تعويض مباشر، يديني ان الاف بتاعتي عند السنه الثامنه 13,232,760. ده معناه ان الراجل لو دفع مليون كل سنه لمده 8 سنين بمعدل فايده 14% هيسحب عند السنه الثامنه 13 مليون جنيه تقريبا او دولار. تمام. طيب تعالى نشوف مثال تاني. احنا في المثالين اللي فاتوا مره اداني الاي وطلب مني البي، ومره اداني الاي وطلب مني الاف. تعالوا نشوف هيعمل ايه هنا. بيقول لي how much money must an electrical contractor deposit every year. ده هنا بيقول لك المفروض او عايز طالب كميه النقود او الفلوس اللي هيودعها مقاول كل سنه. يبقى هنا هو محتاج ايه؟ تمام، محتاج الايه. تمام. in his saving account starting 1 year from now. يبقى اول دفعه هتكون كمان سنه من دلوقتي at 5.5% per year. يبقى الفايده 5.5%. طيب in order to accumulate $6,000 7 years from now. تمام. يبقى عشان يبقى معايا 6000
دولار كمان 7 سنين. هو هنا ما قاليش البيريود، ما قاليش هو هيدفع مثلا، قال لي كل اللي قال لي ان هو هيدفع كل سنه كمان سنه من دلوقتي، ما قاليش لمده كام، لان هو اداني هنا قال لي ان انا عايز عشان اسحب 6000 او يبقى معايا 6000 عند السنه السابعه. يبقى انا عارف ان دي قيمه الاف عند السنه السابعه، يبقى انا عارف ان كده عدد الدفعات هيبقوا 7، لان الاف دايما بتبقى عند اخر دفعه. تعالى نرسم الكاش فلو. تمام كده، يبقى انا الايه عندي مجهوله والاف معلومه انها ب 6000 دولار عند السنه السابعه، عشان كده انا عرفت ان عدد الدفعات او عرفت ان الدفعات اخر دفعتين هتبقى عند 7، وقال لي ان اول دفعه هتبقى عند السنه الاولى والدفعه الاخيره كانها هتبقى عند السنه السابعه. طب افرض قال لي ان اول دفعه هتبقى كمان سنتين او كمان 3 سنين، عادي جدا هرسم اول دفعه زي ما هي، بس مش هاخد الان ب7. مش معنى ان انا واقف عند 7 اخد الان بتاعتي ب7، لا، انا هاخد الان بتاعتي بعدد الاسهم او عدد الدفعات. تمام، يبقى انا هنا بقى معايا اف وعايز اجيب الاي بمعلوميه الاي والان، اعوض برضو في القانون الاف بتاعتي ب 6000 والاي ب 5.5% والان ب 7، تعويض مباشر جدا في القانون والتخليص بالاله الحاسبه، اجيب قيمه الاي ب 725.79% تقريبا. تمام، يبقى انا هنا اديتك الاف وطلبت منك الاي. تعال نشوف مثال كمان. المثال الرابع، will you plan to make a lump sum deposit of 5000 دولار ناو. يبقى انت بتخطط ان انت يبقى معاك لامب سام، دي يعني مقطوعيه او خلينا نقول وديعه كده، فلوس مبلغ كله على بعض، ديبوزيت اوف 5000 دولار ناو. يبقى انت عايز تحط وديعه 5000 دولار ناو. تمام، انتو انفستمنت اكونت في حساب استثماري زاد بي 6.5% بير يير، يبقى دي الفايده بتاعتي ان انت بيديني فايده 6.5% في السنه. طيب تو ويزدرو، عشان تسحب ان ايكوال اماونت اتش يير، يعني انت بتحط 5000 دلوقتي دي زي وديعه بقى عشان تسحب دفعات ايكوال اماونت اتش يير. يبقى على طول عرفت هنا ان انا يونيفورم، ان عرفت ان هو بيقول لي بتسحب دفعه ايكوال اماونت اتش يير، يبقى يونيفورم ولا مغامر. طيب لمده كام يا عم؟ لمده 5 سنين. طيب امتى اول دفعه يا عم؟ نيكست يير، السنه الجايه على طول، يبقى من 1 لحد السنه الخامسه. كالكوليت ذا ايكوال اماونت، عايز قيمه الايه. يبقى هنا هو اداني البي وطلب الايه بمعلوميه الان، هيبتدي اول دفعه تبتدي السنه الجايه اللي هي من السنه الاولى، وهم 5 دفعات عشان عند السنه الخامسه، والاي ب 6%. طيب تعالوا نرسم مع بعض كده، تخيل شكل الكاش فلو هيبقى عامل ازاي. تعالوا نشوفه كده. تمام، يبقى انا عندي 5000 دلوقتي هدفعها كاش اوت، لان انت هتعمل ديبوزيت ايداع فهتحطها في البنك، وهتيجي تسحب دفعات منتظمه او متساويه لمده 5 سنين. يبقى انا عايز قيمه الاي بمعلوميه ان البي ب 5000 والاي ب 6% والان ب 5، لان ب 5 لان عدد الدفعات 5. طيب نعوض في القانون تعويض مباشر جدا وتخليصها بالآلة الحاسبة، اطلع الناتج في الاخر بتاعي تقريبا 1186.98 او 1187 دولار. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف مسألة أخيرة. يعني مش صعب، بس زي اللي فات هيبقى فيها اختلاف بسيط جدا. تعالوا نشوف المسألة بتقول ايه. assume that you want to deposit an amount x، بيقول لك افترض ان انت هتحط deposit an amount x، وديعة قيمتها x into account 2 years from now. يبقى انت هتحط مبلغ x كمان سنتين من دلوقتي، يبقى دي مختلفة. كل السنين اللي فاتت ببدأ من أول سنة، لا دي مختلفة شوية. يبقى بيقول لك افترض إن أنت هتحط x كمان سنتين من دلوقتي. In order to be able to، عشان تقدر withdraw تسحب الـ E 400 جنيه per year for 5 years. يبقى انت هنا اللي ايه بير يير 400 جنيه، سوري 400 جنيه بير يير، يبقى ده يونيفورم عشان تسحب 400 جنيه بير يير كل سنه، ولمده 5 سنين يبقى يونيفورم وانا مغمض. طب امتى بقى؟ قال لك ستارتنج 3 years from now، هتبدا كمان 3 سنين من دلوقتي. assume that the rate of return interest rate 8% بير يير. عايز الاول قيمه الاكس وعايز الايكويفلنت بريزنت فورس. تمام؟ طيب يبقى هنا هو بيقول لي انت عايز تحط اكس عند السنه الثانيه عشان تقدر تسحب 400 جنيه كل سنه لمده 5 سنين بدءا من السنه الثالثه. تمام، تعالوا كده نرسم شكل الكاش فلو بتاعنا بالظبط كده. يبقى دي قيمه الاكس عند الاثنين، وادي قيمه الدفعات الخمسه. تمام، اول دفعه عند السنه الثالثه. انت بتيجي ترسم ما تقوليش 3 و5 8، لا، لمده 5 سنين، يعني لمده خمس هتدفع 5 دفعات. ادي السنه الاولى بتتحسب معايا، السنه الثالثه دي اول سنه من ال5 سنين، يبقى سنه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. اوعى تتلخبط في الحته دي. تمام، قيمه الواحده من دول 400، سوري هي ممكن تكون هنا مكتوبه بالغلط، 450 هي 400 زي ما هو مكتوب في المساله. لا هي محلوله، يبقى دي اللي هي 450، يبقى ال 400 دي غلط، مش فارقه معايا.
بس ركز، وانت مثلا بتجيلك المسألة يعني دي غلطة موجودة من عندنا، تمام؟ يبقى انا هنا عايز الاول قيمة الاكس، هعوض جدا، هعوض عادي جدا في القانون بتاع البي. الاكس دي اللي انت هتحطها عشان تسحب المجموعة دول، يبقى البي هي البريزنت بتاع اليونيفورم بتاعي، فهعوض في القانون بتاعي الاي ب 450 والان ب 5 والاي ب 8%. هعوض اجيب قيمة الاكس، وقيمة الاكس مكانها عند السنة التانية زي ما هو مديها لي هنا، تمام؟ لان دايما قيمة البي لمجموعة من الدفعات بتبقى عند قبل اول دفعة في فترة. طيب الحاجة التانية بقى بيقول لك find the equivalent present worth. يعني ايه equivalent present worth؟ يعني القيمة البريزنت عند الصفر دي اسمها equivalent present worth، ودي هنشوفها الفيديو الجاي بتوسع وهناخد مسائل كتير عليها. يبقى انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اجيب محصلة ده كله عند الصفر، تمام؟ طيب خلي بالك من هنا حاجة، انت لما جبت قيمة الاكس اصبح دول كلهم كأنهم مش موجودين، لان كل دول هما بيساوي اصلا قيمة الاكس، انت بتحط الاكس عشان تسحب كل دول، تمام؟ طب انا جبت قيمه الاكس بقى، ارجع بقى ارجعها كانها سنجل، اعتبر ان دي سنجل عند السنه الثانيه، وانا عايز ارجعها عند الزيرو، فدي تعتبر اف، وعايز اجيب البي بتاعتها، فاقول ان البي وورث بتساوي البريزنت وورث بتساوي اف على 1 زائد اي اس ان، الاف هنا اللي هي قيمه الاكس، والان ب 2 لاني هرجعها سنتين، فعوض تعويض مباشر يديني ان البريزنت وورث ب 1544.4، تمام؟ طيب الفيديو الجاي هنشوف مسائل زي دي كده، ممكن تكون اصعب منها شويه، بس هنكمل على المسائل دي بس ما شفت، هنكمل عليها ان شاء الله. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو الاول من اليونيفورم، او الـ من غير شفت السكشن الجاي او الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف شفت اليونيفورم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.